أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك الكثير من الحجاج يذبحون الهدي إذا كان جبرانا أو للشكران ويتركونه ويحوزه بعض الأشخاص ويبيعونه بعد المساومة عليها من قبل المشترين، فهل يجوز شراؤها للانتفاع الشخصي بها وبحجة أنها ستفسد إذا تركت في الطرقات وبجوار المسالخ؟ لا يجوز هذا لهم، لمن عليه الواجب لا تبرأ ذمته بذلك إنه يذبحها ويخليها، إلا إن كان عندها فقراء. إذا كان عندها فقراء يأخذونها ويأكلونها فلا بأس، إما أنه يذبحها ويسلمها لهم، وإما أنه يذبحها عندهم ويتركهم يأخذون منها فلا بأس. أما أنه يذبحها بمكان ليس فيه فقراء ويجي ناس يبيعونها وهم هم فقراء، هذا لا يجوز ولا تبرأ ذمته بذلك.